السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. كيف ما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله هذا نهار روبو ديال راجلي. صراحه شحال هادي ما مشينا هكا عند عكوز طلينا عليها. ايوا قلنا من حجه وزياره نمشيو كيف ما كتشوفوا في معايا في العنوان، مشينا لغابه سيدي بوعثمان. المهم بقاو مع تتمه الفيديو، اكيد الا عجبكم ما تبخلوش هاد الشيء ديالكم واحد اللايك. شكرا لكم بزاف، الله يكبر بكم. المهم اختي كيف ما كتشوفوا ضروري اختي خاصنا نهزوا الحويجات حيت ان شاء الله كانوين باتوا تمايا. ايوا صافي ديتير هكا لبسه لبنتي وديت لها الملايه هكا درتها لها في الموتور، راكم عارفين غاديين غير في الموتور وتبارك الله كاين البرد. ايوا هذا ما كان اختي ضروري اختي من من الروينه. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم انا جينا الطريق كيف ما كتشوفوا، هادي الخرجه تاعت مراكش. صراحه دوزنا واحد النهار غزال، اي عويناتكم البنات، وكان الجو غزال بزاف. نجي من مراكش تبارك الله كان الجو منور فيها، وحتى في مشينا الغابه لقيناها تبارك الله عامره بالناس جايبين الماكله ديالهم. داكشي غزال البنات والله العظيم، الناس جايين من الصباح ديالهم هكاك كيفطروا كيتغداو تما كيديروا كاسكروت صافي، في العشيه كيرجعوا في حالهم. بالنسبه للناس مراكش والناس النواحي تاع سيدي بوعثمان وبنكرير كيهبطوا تمايا، فيها الالعاب فيها بزاف ما يدار تما. الصراحه انسان عا كيبدل كما كنقولوا ويكسر داك الروتين، نفس البلاصه تمشيو ليها دائما. الصراحه ملي جينا اختي طلعت لينا فراسنا قلنا كنبدلوا شويه هكا الجو من القهاوي من السناكات. ايوا هذا ما كان البنات يا اختي، شوفي وصلتي هنا يا اختي، ما تخليش عليا بواحد اللايك. يلا 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 راه كنشوف فيك، باقي ما درتي لايك. لايك ومع كومونتير بحال وجهك الكبيده ديالي، شكرا لكم بزاف والله الله يخطيكم. ايوا صافي البنات، انا جديد معكم مقتطفات هكا من الطريق كما كتشوفوا، كانت تبارك الله الطريق عامره. كنا غاديين صراحه في المركب وانا نقول لي عطيت تي يلا ولفت اختي الموتور. صراحه والله الا الموتور تبارك الله اي بلاصه بعيني بغيتي توقفي فيها توقفي، ماشي صراحه بحال ترونسبور. ايوا هذا ما كان بنا، شوفوا تبارك الله الغابه كي عامره راه ما شاء الله، غير ما قدرتش نصور لكم الناس هنا. صافي هنايا خلينا الموتور ديالنا من جهه الباب. ايوا صافي دخلنا هكا اختي، لعبتنيت انا حتى شبعت الكتكوته ديالي حتى هي لعبات. في الاول صراحه ما زعماش كانت خايفه. ايوا صافي بشوي بشوي صافي ولات هي زعمات. ايوا صافي لعبنا وضحكنا ونشطنا والله الا دوزنا واحد النهار ما نعاودش لكم البنات، غزال 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 غزال. ايوا صافي البنات، هانيا راجلي كيلعب في الكتكوته ديالي. كيف ما قلت لكم في الاول ما كانت زعمه، كانت خايفه صافي، غير شفت هكا البنات بسلامتهم حتى هما كيلعبوا داكشي صافي قالت لك حتى انا نلعب. ايوا مني عجباتها حلفات اختي واش تهبط، قالت لك نو كحل عيونك انا هبط. ايوا لعبت في هادي وماشي غير بوحدي تبارك الله، كاينين نيت عيالات تبارك الله. انا صراحه كيعجبني كتعجبني المرأة اللي تلعب مع وليداتها وتضحك وتنشط، حيت الصراحة اللعب ما بقاتش في العمر. كما كنقولوا كل انسان او لا انسانة يعني الداخل ديالها كاين طفل، داكشي اللي كاين بنادم يضحك وينشط مع وليداتو. انا من داك النوع اللي عزيز عليا نعيش مع بنتي على قدها قد قد عمرها نعيش معها، ما كيهمنيش يقولوا الناس ويلي هذه كبيره قالت لعيب ولا لا اختي. كنشوف انا داكشي اللي مسلكني وداكشي اللي مفرحني انا ومفرح بنتي. هذا ما كان البنات صافي، هنا كيف ما كتشوفوا هنا سكت التران، يلا اختي داز التران. الليله كاين هنا ولكن راه دايرين اللي زعما باش دايرين السلك باش يعني السكه بوحدها، وكيف ما كتشوفوا الغابه معزوله حتى هي بوحدها. ايوا هنا كانت الكتكوته ديالي خايفه في الاول كتقول لي لا لا لا. ايوا صافي غير عجباتها ولا تقول لي غير دفعي بيا ماما غير دفعي بيا، قلت لها يا بنيتي غير البيجه اللي كتكون صعيبه.
المهم البنات راني غبرت عليكم، سمحوا لي بزاف بزاف والله، راني مريضه وراه دابا صوتي وباقا مريضه والله العظيم. داكشي باش غبرت على يوتيوب، ان شاء الله جاي لكم فيديوهات غزالين غزالين بزاف بزاف. غير ما تبخلوش الابتعاد ديالكم وبارطاجيو البنات الفيديو ديالي، حيت راكم عارفين شحال هادي اختي غبرت على اليوتيوب، يعني الفيديو راه كيهبط. ايوا هنا شنعاود لكم، كون خليت لكم الصوت تتفرجوا فيا. ايوا يا اختي، ميسي ماماغي انتقم مني من على الكلمه، عرفتوا يا البنات راه ما يمكنش اختي تشوفوا، عرفتوا راه كيدفع صافي، تنقول صافي بيت نموت وعاليه، كنقول صافي غيطيح لي غنتخبط مع الارض. ايوا صافي صراحة ضحكنا ونشنا مع فتياتنا. هنايا كيف ما كتشوفوا، هنايا جينا اختي لسيدي بعثمان، هنايا بالضبط السونتر ديالو. ايوا اختي كنت اصلا دايره معاكم هكا ستوريات كيف ما كتشوفوا. ايوا صافي جينا اختي ناكلو الشوا، شحال هادي ما كلينا، راكم عارفين الشوا كيبغي البلاصه ديالو الحق يتقال. ايوا هنايا اختي واحد اتاي مشبشاب والله الا علم الزينات. ايوا صافي البنات تغدينا، صراحه ما تغديناش بكري، ما تغدينا قولوا تقريبا حتى ديك الخمسه، حيت اصلا ما خرجناش من الدار بكري الحق يتقال. فقت بكري قضيت مسائلي فطرنا داكشي صافي، يعني جات هكا كما قلت لكم على غفله، قال لي يلا نمشيو نشوفوا هكا الوالده ديالي، قلت لي يلا زيد. ايوا صافي كما كتشوفوا خدينا تمايا الكفته مشويه وشويه تاع الكوتليت، مهم اللهم ديما نعم وحفظيني من الزوال، كله خير وفي ضروره، غير كنبارطاجي معكم وصافي، ماشي بطبيعه الحال باش نوريكم شنو كناكل ولا شي حاجه، حاجه ما عاد الله، كله خيرها في دارها، كله بنادم كيمشي على جهده وقدره، هذا ما كان. ايوا هنايا زعما بغيت ناكل الكتكوته ديالي، قالت لك لا اختي كولي انتي، قالت لك خليني ناكل انا بوحدي. ايوا قلت لها، قالت لي قد عليا خبيز وانا نهزو وناكل. ايوا ضربوا لي على الخاتم الخاتم في اليد حتى هي. ايوا هنايا مسكين هذاك مول الشوا صافي شافني كنصور انا وراجلي ويقول لي واش نصوركم، قلت لي يلا رحم لك الوالدين. ايوا صافي هنا اختي راه تناكلو والله الا عندهم ماكله غزاله البنات، يعني كاع دوك القهاوي تبارك الله زوينين. هنا البلاصه فين ساكنه كوستي دخلنا ليها، هاد البلاصه كيقولوا ليها نزالت لحظه قريبه لسيتي بوعثمان وقريبه لبنكرير، جات هي في الوسط ما بين سيتي بوعثمان وبنكرير. ايوا صافي البنات دخلنا لقينا حتى عكوزتي مسكينه كتسنى فينا حيت تعطلنا عليها صافي، قالت لينا يلا لقيتو بغيت نصوني عليكم شتكم تعطلت، وقلت واقيلا واش ما بغيتيش تجي. ايوا صافي هنايا راه دخلت كيف ما كتشوفوا، صافي هنايا كانت هي كتوجد هكا في الكاسكروت. صافي البنات تبارك الله حطات المسمن حطات البغرير حطات كل شيء، الطبله تبارك الله كانت على حقها طريقها والله، ما عرفتي ما قدرناش الملوي، عفوا قلت لكم المسمن البنات هذا الملوي. ايوا قلت لكم والله الا يلا كن تغطينا صافي جينا، يعني كنا جينا اصلا مقهومين كيف ما كتشوفوا، حطات اتاي القهوه. ايوا هذا مكان البنات نعاود نقولها لكم كلها خير في دارو. المهم البنات غنسد معكم هنا لا فيديو ديالي، نتمنى اختي الفيديو اولا الفلوق ديالي ينال الاعجاب ديالكم. المهم اختي خليونا دابا نديرو كاسكروت ديالنا، سلام عليكم. ما تبخلوش عليا الكبيدات ديالي بالتشجيعات ديالكم، الى فيديو جاي ان شاء الله، سلام عليكم.